الأجازة في الدنيا هي الأجازة اللي تقضيها على ضفافنا. وأنا موافق، إحنا نقضي الأجازة على ضفاف النيل كلها. الناس بتحيي بعض الأول يا تيمو، أنت جاي من بره وعايز تسافر على طول؟ سوري يا عم فيرو، بعد التحية والسلام يحلى الكلام عن أجازة ولا في الأحلام، حلوة دي؟ وعايز تعمل إيه بقى في الأجازة يا سي تيمو؟ أنا عايز أبقى مستكشف. بس ده مش لبس استكشاف خالص. أنا جاهز. طيب ها، أنت عايز تستكشف إيه بالظبط؟ ما أنا قلتلك نستكشف كل ضفاف نهر النيل ونوصل للمنبع. نوصل لنهر النيل بيجي منين؟ أيوة، بس إحنا خلاص عرفنا نهر النيل بيجي منين. يا راجل غريبة، ولا حد قال لي. بص كده، نهر النيل ليه منبعين، من بحيرة فيكتوريا اللي ليها حدود على عدة دول إفريقية بيخرج النبع الأول من النيل والمعروف باسم النيل الأبيض، ومن بحيرة تانا بإثيوبيا بيخرج الفرع التاني وهو النيل الأزرق اللي بيمد مياه النيل بحوالي 85% من المية، وبيجتمع الاتنين في مدينة الخرطوم بالسودان علشان يستمر النهر في رحلته بعد ما يكون مر وتداخل ب11 دولة آخرها مصر. يعني خلاص كل الناس بقت عارفة منابع نهر النيل. طب ايه رأيك نعمل رحلة نيلية توصف بالأسطورية؟ الرحلة تبدأ من أسوان وتنتهي هناك في منابع النيل. هو انت يا تيمو ما تعرفش اي حاجة عن نهر النيل؟ انا عارف كل حاجة. فعلا؟ زي ايه مثلا؟ اولا ان النيل نهر. يا تمساح، وطالما عارف انه نهر ما تعرفش معلومات عن النهر اللي بيمدنا في مصر بالحياة؟ معلومات زي ايه؟ تعال شوف. ليه رحلة زي اللي انت بتقول عليها صعبة؟ نهر بطول 6695 كيلومتر بيمر بشلالات صعبة العبور، تفتكر تقدر تعدي فيه بمركب عكس اتجاه المية؟ وعلى الرغم من اتخاذ أكتر من شخص لتحدي اكتشاف المنابع، إلا إنه واجه صعوبات عديدة، منها الشلالات والأدغال الكثيفة المحيطة بالنهر. علشان كده أكتر من شخص بيتم نسبة اكتشاف المنابع ليهم، فيه فريق المستكشف ديفيد ليفينغستون وريتشارد بارتون، لكن الأكيد إن جون هاتينغسباك هو اللي وصل لبحيرة نيانزا وغير اسمها ومنح لقب بحيرة فيكتوريا. والبعض بيقول إن العالم الجغرافي العربي المعروف بالشريف الإدريسي هو أول من وصل لمنابع النيل. متشكر جدا يا بروفيسور فيرو، بوظتلي كل خطط الأجازة. مين قال كده؟ لو عايز نعمل رحلة ممكن نعملها. ازاي؟ ايه رأيك بقى في الرحلة دي؟ ها؟ هتبقى أروع رحلة في الدنيا. واحنا كده وصلنا السودان. اهدى يا تيمو، اهدى.